أزهار أوركيد القرد. من بين أكثر من 30,000 نوع مختلف من الزهور على وجه الأرض، تقريباً هنالك زهرة الأوركيد التي تعد واحدة من أكبر وأطول وأغرب فصائل الأزهار على وجه الأرض. لا تزال الطبيعة تكشف عن إبداع بلا حدود في الخلق، وخاصة الأزهار تعد هذه الزهور واحدة من أغرب أشكال الزهور على مستوى العالم. دراكولا، والمعروفة أيضاً باسم زهرة الأوركيد القرد، واحدة من النباتات الفريدة من نوعها، موطنها جنوب شرق الإكوادور، تزهر في غابات المرتفعات والاستوائية في البلاد. وتتميز أزهارها ذات الذيل الطويل واللون البني المحمر بزوج من العيون المنقطة التي تبدو على شكل ملحوظ مثل وجه قرد من نوع الكوبوشين، ما يجعلها من أشهر النباتات شكلاً. ليس هذا فحسب، بل تتمتع أيضاً بمنظر رائع، وتتميز بساتين الفاكهة القرد برائحتها العطيرة، وتنبعث منها رائحة مثل رائحة البرتقال الناضج عندما تتفتح، ويمكن أن تزهر في أي وقت من السنة وتنمو على ارتفاع حوالي 6500 قدم من مستوى سطح البحر. تحتاج هذه الزهور الغريبة ظلاً عميقاً ورطوبة عالية ودرجات حرارة باردة، كما تعتبر زهور الزينة بسبب شكلها الفريد والغريب. لكن المخيف أنه تمت تسمية هذا النبات باسم دراكولا بسبب وجود أنياب لها تشبه أنياب مصاصي الدماء. كما نالت زهرة الأوركيد القرد إعجاب الكثير من السياح الذين يذهبون لمسافات طويلة لرؤية هذه الزهور. تشتهر هذه الزهرة بفوائد عديدة للجسم، ولذلك يتم استخدامها في صالات التجميل وصالات تدليك الجسم. ومن فوائد زهور الأوركيد التخلص من الآلام وتشنجات البطن، كما أنها تساعد في التخلص من الوزن الزائد في الجسم من خلال حرق الدهون وعلاج أعراض عسر الهضم وتهدئة المعدة والتحكم في الإسهال وعلاج التهاب المسالك البولية والعديد من مشاكل المعدة.